شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم ومسي على الأخوان المشاهدين. الله يحييك. وحقيقة أهني نفسي وأهني الشعب السعودي بالقيادة الرشيدة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا ولي عهده سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. نعم. والحمد لله أننا ننعم في ظل حكومتنا الرشيدة، ونشكر حقيقة الرئيس الهيئة في التفاته يعني أكثر من رائعة بالنسبة للاعبين السابقين اللي خدموا حقيقة هذا الوطن من خلال أنديتهم وأيضا من خلال منتخباتنا الوطنية. واحد زي فؤاد أنور مش زي أي واحد يعني. والله نقول الحمد لله، أنا محظوظ أن مثلت جميع منتخبات المملكة وكلها كانت فيها بطولات وإنجازات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم من دعم حكومتنا الرشيدة وملوكنا السابقين والحاضرين، فالحمد لله. وأنا أشكر حقيقة في هذه المناسبة قلت لك الالتفاتة من معالي رئيس الهيئة الشيخ تركي آل الشيخ، حقيقة يعني حتى عندما طلبت نادي جوفنتوس ووافق عليه، وأنا اللي جيت في الأخير وغيرت حقيقة الفريق جوفنتوس إلى نادي الأهلي. وإن شاء الله نقول يوم الجمعة فؤاد أنور ليس ملك لنادي الشباب أو لنادي النصر، إنما هو ملك لجميع الجماهير المملكة. وأنا دائما أسعد بلقب فؤاد الأخضر، وأتمنى إن شاء الله أن في هذا الكرنفال في هذا العرس أني أشوف المدرج مليان بجماهيرنا، وخاصة أيضا سمح أيضا للعوائل أنها تكون موجودة، ولأول مرة أم خالد حتكون في المدرج، وبشاير وجواهر حيكونون في المدرج ويشوفون أبوهم في آخر طلة له في 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 في, في الملعب. هي الملعب راح يكون ملعب الملز. نعم، في الرياض ملعب الملز إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة. الدخول مجانا كابتن فؤاد؟ إن شاء الله الدخول مجانا، وهذا كان اتفاق وأيضا من معالي رئيس الهيئة، وهو تكريم حقيقة للجمهور السعودي، ودائما مبادراته حقيقة كثيرة، وهذه من ضمن المبادرات. وأيضا هيكون هناك أيضا جوائز يعني كبيرة حقيقة للجمهور اللي بإذن الله هيحضر، وهذه ليس يعني أنا جتني علوم سيارات وفي سحب سيارات كذا سيارة وجوائز كبيرة، يعني مسويين شغل تحفيز كبير للجمهور. أي نعم، هذا اللي وصلني، وهذا ليس غريب حقيقة على معالي الوزير، لأنه قدم حقيقة الستة شهور أو السبعة شهور أشياء كثيرة حقيقة للرياضة، وهذه حقيقة وليس مجاملة. ولكن أنا أطلب لجمهور من جمهورنا الحبيب الجميع حقيقة يكون متواجد، جميع الجماهير بجميع أطيافها وميولها، يعني أنا أطلبهم أنهم يكونوا متواجدين بإذن الله، لأن الكرنفال أو الحفل أو أي مباراة لا يعني ما يزين جمالها إلا بحضور نعم. الجماهير نعم. ونتمنى إن شاء الله أن نقدم أيضا الفريقين يعني نجوم المملكة وأيضا نادي الأهلي العريق، ونادي الأهلي أيضا اللي له سمعة كبيرة حقيقة في المملكة وأيضا في الشرق الأوسط. بيجي الأهلي بتشكيلته الأساسية، الأهلي المصري. نعم، بتشكيلته الأساسية، وأيضا ندعو حقيقة الجالية المصرية أيضا أنها تجي وتناظر أيضا فريقها، وأكثر اللاعبين اللي موجودين في نادي الأهلي أيضا حيكونوا متواجدين في كأس العالم. لاعبين نجوم المملكة برضو حيكونوا متواجدين أيضا في كأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله نطقم أيضا نادي الشباب، النادي اللي تربيت فيه وترعرعت فيه، حيكون الأبيض والأسود أيضا حاضر حقيقة في نهاية مشوار فؤاد أنور. طيب يعني إذا الآن خليني عشان أفهم، الفريق اللي راح تلعب فيه أنت أمام النادي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبلة في ملعب الملز سيرتدي الأسود والأبيض اللي هو شعار نادي الشباب، صحيح؟ نعم. طيب الفريق هذا ليش ما كان الشباب؟ ليش أطلق عليه نجوم الدوري؟ يعني في كثير من جمهور الشباب كان يلاحظهم في تويتر كان يعلقون على هاشتاج عندنا في البرنامج يقولون ليش تقول يا وليد منتخب النجوم نادي الشباب؟ هل هو نادي الشباب راح يكون ولا منتخب النجوم؟ وليش نادي الشباب ما كان طرف؟ والله نادي الشباب انا اقول لك في الفتره الحاليه هذه ليس الشباب اللي كان مثلا سابقا،
وايضا حبيت اني ادمج اللاعبين ايضا اللي موجودين ايضا في نجوم المملكه لحقيقه اكون صريح للجماهير انها تكون تحضر وتشوف يعني. طيب زي مين؟ زي مين عيشارك؟ دعيت مين انت في بالك يجي مين يوم الجمعه؟ والله في 34 لاعب يعني بعض الاسماء بعض الاسماء اللي في بالك. بقول لك يعني بقول لك الابرز فيهم يعني ياسر القحطاني وايضا الشلهوب وايضا سعود كريري، هذول من افضل اللاعبين اللي قدموا حقيقه للكره السعوديه. حرصت انهم يكونوا موجودين مع كم تلعب؟ كم تلعب كابتن فؤاد في المباراه؟ والله كم فيك شده؟ على حسب العضلات. يعني ناوي تلعب 10 دقائق الاولى مثلا؟ يعني من 10 الى ربع ساعه ان شاء الله، انا اشوف انها كافيه. لاني حقيقه انا ابغى استمتع حقيقه برضو بالمباراه واعطي زملائي ايضا انهم يلعبون مباراه تكون جميله ان شاء الله باذن الله. ولكن انا ودي اقدم رساله او طلب من والدنا ووالد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين. انا فؤاد انور قدمت للوطن الشيء الكثير، وانا افخر اني قدمت لبلدي شيء بسيط في كرة القدم وفي مجالي. أتمنى أنهم يدعموني حقيقة في هذا الحفل في هذا الختام، كما أيضا أطلب من سمو سيدي الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يدعمني حقيقة في هذا المشوار، وهم عادتهم دائما يقفون مع من يخدم هذا الوطن، وأتمنى أنهم يكون دعمهم موجود حقيقة في يوم الجمعة. يعطيك ألف عافية، شكرا لك فؤاد أنور قائد المنتخب الأخضر اللي طبعا راح تكون عنده مباراة اعتزال يوم الجمعة المقبلة في ملعب الملز في الرياض، تجمع الأهلي المصري مع منتخب نجوم الأندية.